بخير، لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا الفيديو ديالي ديال اليوم. المهم البنات، انا اليوم بما اننا بعد فصل الخريف جيت انا قلت علاش لا نشارك معكم ثاني الوصفات اللي كندير في هذا الفصل هذا باش كنعتني بالجسم ديالي اولا بالجمال ديالي بصفه عامه. احنا كنعرفوا كاملين فصل الخريف يعني كلنا كنعانيو سواء نساء ولا رجال كنعانيو من جفاف البشره يعني تساقط الشعر. هاد جوج حوايج اللي كنعانيو منهم وجفاف البشره يعني بما فيه يعني حتى الفم ديالنا اللي كيبدا يتقشر كيبدا ياكلنا كيولي ابيض ما كيبقاش فيه داك اللون اللي زوين غوز. داكشي اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم شنو كندير للشفاه ديالي ملي كنشوف. صراحه انا راه بداني هاد المشكل هذا حيت يعني كندير غير الروتينات ديالي اللي مولفه كندير، مازال ما بديتش كندير شي حاجه ديال هاد الفصل هذا. اليوم ان شاء الله قلت غادي نخلطها ونشاركها معكم، يعني انا كنستافد وانتم كتستافدوا مني من طبيعه الحال. اللي ما عارفش واللي كيبغوا يتهلاو في الجمال ديالهم وما عارفينش الوصفات، فمرحبا بكم ومرحبا بالجميع وشكرا لكم على التعليقات ديالكم في اخر فيديو. كان واحد التفاعل عجبني الصراحه بزاف، شكرا لكم بزاف بزاف ومرحبا بكم. مرحبا بالناس قدام ومرحبا بالناس الجداد اللي تزادوا عندي، وان شاء الله تكون القناه ديالي مفيده تستافدوا منها. وغير خصني نطير عليا شويه الحشمه الصراحه، مازال كتحشم مازال كنحشم، نطير عليا شويه الحشمه. وهذه ان شاء الله هنا معكم فيديوهات متنوعه ان شاء الله. يلا ندوزو ان شاء الله الوصفه بلا ما نزيد نطول عليكم. المكونات البنات اللي غنحتاجو في هذه الوصفه هذه، غادي نحتاج العسل الحر. واللي ما عندوش العسل الحر يدير العسل العادي، غير هو النتيجه ديال العسل الحر ماشي بحال العسل العادي صراحه. عندنا السكر سنيده وعندنا اي نوع ديال الزيوت كنبغيو، كل زيت يعني على حسب الزيوت كامله كترطب. الا صراحه ما كنبغيش انا نزيد ديال البارافين مع الفم ديالنا كيبقى معرض للاشعه ملي كنخرجوا، كيخلي الشفاه كتزرق مع الوقت. يعني مجربه حتى في الماساج الصراحه ما عجبنيش نهائيا، هو خديتو خديت انا هذا ربما حتى ما زويناش، خديتو استعملته في الماساج ما عجبتنيش النتيجه ديالو الصراحه. كيعجبني زيت ارغان، زيوت زيت الزنجبيل الغزال، يعني واخا كنديروا البشره ديالنا ما كتزرقش مع الوقت. والزيت ديال الكوك حتى هو زوين، زيت الكوك ما بقاش ليا مازال يلاه كما بغيتو مازال ما وصلنيش. مهم كما قلت لكم الزيوت اللي كان زيت ارغان اللي بغى يكون ولسل وسنيده. غناخذ هكا كميه ديال السكر سنيده، وبالنسبه لهاد البوماج البنات راه ما كيبقى له حتى شي حاجه، يعني ممكن نحضروا كميه كثيره ونحتفظوا بها فقط ما نبغوا نستعملوها مع السكر مع سنيده السكر مع العسل والزيت ما كيبقى لهم حتى شي حاجه، زعما حتى شي مكون ما غاديش يفسد. نخلطو ونخليو هكا نحطو في الحمام ديالنا من الاحسن باش ما نعكزوش عليه. صراحه انا بعد المره كتجيني ديك العكزه كنحطو حدايا في الحمام. المهم ناخذ واحد الكميه ديال السكر سنيده ونزيد كميه ديال العسل اليوم. انا اليوم غادي نستعمل زيت الزنجلان، كاين زيت الزنجلان وزيت بودر العنب، داك العظم ديال العنب حتى هو راه كيتباع زوين كينفخ، حتى الزنجلان كينفخ، داكشي باش غنستعملو انا اليوم فمي صغير شنقمتي صغار، غادي كيعجبني هكا شي حاجه اللي تنفخهم. عندي واحد شويه ديال قطار ديال الزيت، يعني عينكم ميزانكم قد ما كثرتو اما العسل ولا الزيت بجوجهم راه مزيان. زعما ماشي شي حاجه اللي لا خصنا نخافوا منها ولا شي حاجه، نخلطوه هكا البنات ضروري نخلطوه مزيان، نشدو بنا ديك سنيده في الزيت وفي العسل بلينا خصنا نزيدو العسل ولا نزيدو الزيت نزيدوهم نخلو نخلطوه شي شويه. صراحه انا ديما في الوصفات ديالي ما كنعتمدش على مثلا معلقه معلقه من الحاجه ولا هادي، كندير عيني ميزاني. ما غاديش نخليه يكون سائل كما كتشوفوا معايا هنا، غنزيد واحد شويه ديال الزيت الا خليته جالي غيعذبني ما غنستعملو، غيبقى يقطر عليا ويبقى يعني غيكون في طريقه الاستعمال ديالو صعيبه. ناخذ كميه بحال هكا قليله، غادي ناخذ ندير الفرن ديالي هكا
ونحك هكا حركات دائرية. كما كتشوفوا معايا هذا القماش هذا هانتوما، ما بقات عندي حتى شي حاجه في فمي، القشور لا والو، رطب ليا الفم ديالي. دابا مع الفريكه مازال شويه ابيض، خصو غير يبرد شويه، غدوز واحد الشويه يولي في يولي اللون ديالو عادي طبيعي كما هو. ودابا البنات من بعد ما درت القماش ديالي غنشارك معكم واحد الوصفه اللي كتخلي ثاني الشلف ما تيكونوا رطبين، الفم ديالك يولي رطب. الشلف ما تعرفش جبت هذه الكلمه. ممكن تخلي الفوم ديالك يولي رطب يولي زوين. كناخذ خماره، ما بغات تكون هاد الخماره اي اوبس كبيت بزاف هنايا، غادي نقص منها، نقص منها شي حاجه، نقص منها البنات. وغنجيب فازلين، انا هنا غنستعمل فازلين ديال الفوم هذه، حتى هي مع فيها داك اللون غوز غادي تقلي فيها غير واحد الشويه. حتى فازلين العاديه حتى هي ممكن نخدموها، فازلين اللي كنديروا لليدين ورجلين حتى هي ممكن نخدموها. انا استعملت هذه ديال الفوم وغادي نخلط البنات، ضروري نخلط مزيان ديك الخماره مع الفازلين، كتاخذ شويه الوقت باش يتجانسوا. درت كميه قليله هنا، درت غير كميه اللي غندير دابا، وغادي نشد البنات وغادي نديرها الفم ديالي حتى هي هكا. دابا البنات من بعد ما درت الفازلين فمي غنخليها واحد الشويه ونرجع معكم، غتشوفوا النتيجه كيفاش كيولي. ها انتما دابا اللون كيتبدل، اللون ديال الفم كيتبدل. دابا البنات من بعد ما مسحت داك الفازلين، مسحت الفازلين هي مخمره وفمي مازال لحد الان كيوزوز، يعني راه الامر عادي البنات، ما تخافوش نهائيا من هذا الشيء. وكما كتشوفوا معايا هنا هو اللون بدا كيبان، غير كنحبسوا من المسيح صافي اللون كيبدا شويه بشويه كيولي داك اللون غوز اللي كنبغيو حنا يكون في الشبه ديالنا، بلا ما نديروا لا لا عكر لا حتى شي حاجه، اللي كيبقى الفم ديالنا طبيعي البنات. المهم البنات هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى تجربوا هذه الوصفات هذو، الصراحه نتيجتهم زوينه. كما كنقول لكم دائما الوصفات ديالي كنشارك معكم حتى كنكون استعملتهم انايا وجربتهم وعطوني نتيجه وعجبوا عجبتني النتيجه، عاد كنجي نصورهم لكم وبارطاجيهم معكم. بحال هذه الوصفه هذه، هذه الوصفات هذو اللي شاركت معكم اليوم معتمدين عندي، كسيغتو في هاد الوقيته هادي ملي كيولي عندنا المشكل ديال الجفاف في البشره، كنستعملهم هكا وكنتسنى، حيت ملي كيكون الشفاف ديالكم اولا الفم ديالكم كيكون ناشف، حتى العكر ما كيجيش زوين، كيبقاو داك الجلود على الفم كيبقى المنظر خايب. اللهم نرطبوهم ونكونوا زوينين طبيعيين بلا مكياج. ما تنساوش البنات اللايكات، الى عجبكم الفيديو ديروا ليا لايك، وخا ما يعجبكمش الفيديو ديروا لايك، ما خاسرين والو. هادشي كيعطيني واحد الطاقه، كيعطيني واحد التشجيع باش نزيد نحط هكا فيديوهات وحدين اخرين ربما ينفعكم من القدام ان شاء الله. وما تنساوش البنات اللي كتعرفوا يعني بارطاجيو معاهم اللي محتاج لهاد الوصفه، بارطاجيو مع الفيديو باش يستافد ويتنفع بها، هذا هو المطلوب البنات. المهم نخليكم على خير دابا ونتلاقاو مع فيديو جديد واستفاده جديده كيف ديما، في امان الله.